منذ أكثر من نصف قرن عرفت الدبلوماسية البحرينية بسجلها العريق في إقامة العلاقات الدولية على أساس احترام سيادة الدول وحسن الجوار وترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي للسياسة الخارجية الرصينة المبنية على المبادئ والقيم الإنسانية، وذلك من خلال روادها الدبلوماسيين الذين كان لهم الأثر الواضح خارج مملكة البحرين. بداية تعليمي طبعا في تعليم القرآن الكريم عند المعلم أو المطوع، ثم دخلت مدرسة عبد الرسول التاجر لمدة 6 شهور، وتعلمت فيها القراءة والكتابة واللغة العربية والإنجليزية، فأهلني هذا أن أدخل المدرسة الرسمية، المدرسة الابتدائية الخليفية للبنين، وكانت قريبة من بيتنا. وبعدها ذهبت إلى الثانوية في البحرين. أنا شاهدت أول تأسيس للثانوية، مدرسة ثانوية. دخلت هذه المدرسة بجانب حديقة الباخشة المشهورة، شارع الشيخ عبد الله. والحمد لله أنا كانت دائما درجاتي متفوقة، يعني حصلت الأولى. وسافرت في سنة 1944 إلى بغداد، دخلت مدرسة العظمية الثانوية وأكملت الدراسة الثانوية. أيضا أصبحت الثاني على كل طلاب العراق. ثم رجعت البحرين لمساعدة والدي في أعماله، وأكملت دراستي الخاصة. في الأربعينات تكونت في البحرين زمرة سميت بالأنصار، وهم الذين كانوا يقرؤون مجلة تصدر من القاهرة، يصدرها شخص كان أستاذ التعليم، تعليم الإنجليزية في المدارس الابتدائية، أحمد صبري شويمان، تعليم الإنجليزي. فانضم إلى هذا الفكرة مفكرين من البحرين، يعني برئاسة الأستاذ إبراهيم العريض، علي التاجر، شيخ خالد بن محمد الخليفة، ومن المحرق ومن الحد، بيوت من الحد. صرنا عدد كبير، يعني عدد كبير حوالي 20 زمرة الأنصار. هذه دعوة الأنصار كانت دعوة إلى الفكرة العربية والثقافة الإسلامية، فأحنا تأثرنا فيها، وأنا شخصيا مشت معي إلى اليوم. كان أخي دكتور حسين واصل دراسته في كلية الحقوق في بغداد، وكل سنة كان يأتي إلى البحرين في العطلة الصيفية ويترك كتب الصف في مكتب عندنا في البيت، فأقوم بدراستها كلها وأكتب ملخصات عنها. فكونت ثقافة جامعية من غير حضور جامعة. بعدين في نفس الوقت كنت أقرأ كثير، من الابتدائية كنت أقرأ كتب أكبر من مستواي، وبعد ذلك رجعت لمزاولة العمل التجاري. وبعد مدة من الزمن تم اختياري في لجان تحكيم
في المحاكم كمحكم وعضو في مجالس حكومية رسمية، يعني عدة مناصب، وتأسيس بنوك، بنك الأهلي، تأسيس شركة تأمين الأهلية، تأسيس أول بورصة أوراق المالية في البحرين مع الوزير حبيب قاسم. يعني ما أستطيع أعدد هذه الأمور الخاصة بالتجارة. ثم أصبحت أمين عام لمجلس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الخليج العربي. انفصلت عنها في أواخر 71 لأداء مهمتي كسفير في القاهرة. تحديات كثيرة. أنت تأتي إلى بلد ليس فيه سفارة وليس فيه منزل للسفير، فعندك موضوع الاستئجار، موضوع الشراء، عندك موضوع التأثيث، يعني في المنزل من الملعقة إلى مكيف الهواء، وفي السفارة أيضا ما كانت هناك مكيفات للهواء. الخدمات تابعة إلى الحكومة، والقطاع العام بطيء وأنا مستعجل، فأخذت ما استطعت من الموجود وأكملت من البحرين أولاً، السجاد والمكيفات والأشياء هذه. حاولت أن أبتعد عن الأمور المالية في أول الوقت، فذهبت إلى السفير أحمد رجيب، وهذه سفارة الكويت هي التي ساعدتنا كثيراً. إلى أن استقرت السفارة وفتحنا لها حساب وبدأنا نشتغل مباشرة، يعني تحت رقابة محاسبية وإدارية. أول ما نقدم أوراق الاعتماد نعطي نسخة منها إلى وزير الداخلية، ثم ننتظر الإذن لمقابلة الرئيس. الرئيس طبعا كان أنور السادات، لكنه بعد حرب أكتوبر ذهب إلى الإسكندرية وأوكل السفراء إلى نائب الرئيس حسين الشافعي، فالأوراق كلها كانت تقدم ذاك الوقت إلى حسين الشافعي. أنا باشرت العمل من أول يوم، فبدأت بالطلبة، طلاب البحرين الجدد، تركت الباقي إلى أن تنشأ السفارة، باقي الطلاب والطالبات الذين تقدموا بطلب الالتحاق بالجامعات والمعاهد، معاهد علمية والدينية، فرفضت الإدارة عدد من هؤلاء بسبب أما قدم المؤهل أو نقص الدرجات، المعدل العام يعني تحت 80. فأنا اضطريت أقابل المسؤولين، الوزراء، وزير التربية، التعليم العالي، التعليم الابتدائي، عميد الجامعات، عميد المعاهد، وأقنعتهم، كتبت لهم مذكرات أقنعهم أن احنا محتاجين إلى هؤلاء، حكومة البحرين في حاجة إلى هؤلاء، فأرجو عمل استثناء خاص. فوافقوني ودخلوا كلهم. في الواقع أفادني كثير سفير سوريا اسمه سامي الدروبي. هذا السفير سوريا أديب ومترجم، أفادني بأول موظف وأول موظفة، يوسف الشيخ علي وسكرتيرة،
يوسف الشيخ علي خبير بالمراسم والغادة، قضى سنوات في السفارة السورية وريح لي من هالشغل كثير، وصرنا مع بعض نستقبل الموظفين الجدد. وأما هذه عندليب فكانت يعني لفتة، ما وجدت سكرتيرة مثلها تعطيها رسالة من 3 صفحات في 5 دقائق تجيبها لك. والله شيخ محمد بن مبارك شخصية مرموقة جدا، أنا ما اعتبرته كصديق بل اعتبره مثل الأخ الكريم، له مبادرات وذكاء. فقبل تعييني كسفير، يعني قبل إداء القسم لدى سمو الأمير، قال لي أنا باخذك معاي حتى تشوف الوضع في مصر قبل أن تكون سفير. في 19 أظن سبتمبر 71 أخذني إلى الجامعة العربية وتعرفت على السفراء وتعرفت وشفت كيف تدار الجلسات، ورجعنا البحرين بهذه الخبرة الجديدة. وافتتاح السفارة بعد تقديم الأوراق تمت في 29 ديسمبر، لأن في 16 ديسمبر 71 في 16 ديسمبر أقمت احتفال، أول احتفال خارج البحرين بالعيد الوطني، وكان احتفال رائع، يعني نظمت تنظيم عجيب في الأكلات البحرينية وفي الاستقبال بالبخور للوافدين الوزراء والسفراء والمدعوين. 6 طالبات بلباس البحرين وذهب البحرين يقدمون البخور ويقدمون العود وماي الورد، فكانوا يروا موسيقى البحرين وناس ترقص كذي رقصة العادية، يعني استمتاع. ثم الكتب عن البحرين معرض. في حياتي يعني شهدت سفرات كثيرة، مؤتمرات، ندوات، أندية، قراءات كثيرة، ودخلت في مفاوضات مع الشركات على البضائع زين ووسائل الإقناع وطريقة الأداء، فاستفدت هذه من هذا كله، هذا فادني. بس بقيت المراسم، فسألت أخي الدكتور حسين، هو كان مستشار قانوني في إدارة الخارجية، فأعطاني كتاب ألفه شخص سوري اسمه سموحي فوق العادة، فاستفدت منه كثير وطبقته بحذافيرة اللي خلى الشيخ محمد بن مبارك يرتاح من تصرفاتي اللي هي حسب النظام الدبلوماسي، يعني كنت أرسل إليه يوميا تقرير عن كل ما يجري في السفارة وفي لقاءاتي مع السفراء أو لقاءاتي مع الوزراء، لأن لابد أزور كل واحد. يعني أول مهمة تمثيل البحرين
لتهنئة الرئيس سياد بري في الصومال وحضور أعياد الاستقلال. الزيارة الثانية كانت إلى الجزائر لتهنئة الجزائر بعيد الاستقلال. هنأناهم وقدمنا لهم تهنئات باسم حكومة البحرين، يعني أمير البحرين والحكومة وشعب البحرين. وشاهدنا الاحتفالات وسوينا فيها قصيدتين، قصيدة للشيخ خالد بن محمد وقصيدة سويتها أنا في الجزائر. يعني أولها نفح الجزائر عاطر ورطيب وترابها بالمكرمات خصيب وتحت سمائها إن يهتف الأحرار فهي تجيب. أرض الجزائر لم تزل عربية ونجيعها بدم الشهيد خضيب. أعطافنا شوق وفي خفق الفؤاد وجيب، فتهامست شم الجبال بذكرنا وسعت إلينا بالوداد دروب. لما وصلت مصر وجدت مصر اشتراكية، نظامها اشتراكي، يعني من بعد جمال عبد الناصر النظام الاشتراكي والقطاع العام استمر فيما يتعلق بالعمال، فيما يتعلق بمجلس الشعب، فيما يتعلق بالقطاع العام، وفيما يتعلق بالسفارات. السفراء الدول الاشتراكية كثيرين. فهذا الهاجس، أنا قلت البحرين بلد تستورد كتجارة وعندها مشاريع استثمار، ليش ما نستفيد من هذه الدول؟ فعندنا شركة الاستيراد في البحرين كان فيها أخي صادق، فسألته قال لي ما عندنا سميت البحرين، ما عندنا سمنت. فتعاقدت مع بلغاريا وكوريا سكر، تعاقدت مع الشمالية، يعني اتصلوا طبعا بالشركة وتعاقدوا مع واستوردوا اسمنت واستوردوا كذا. لكن الصين ما كانت على بالي لكونها يعني عريقة في الشيوعية، وقلت يعني يمكن حكومتنا ما ترتاح. لكني قلت بزور، زرت السفير الصيني فأصر أن يدعوني على العشاء مع زوجتي هم العيال، وأحضر لي الشهيات الصينية، وقال هذا جبته في طائرة خاصة إلك. فأنا يعني قلت لازم أرد عليه، فدعيته في البيت. ومن العيال يعني ما تقصر، طباخة ماهرة، فأعجب هو وزوجته بعد بالأكل. فقال لي أنا أبغي أرد الزيارة في السفارة لأنك زرتني. فقلت له تعال، ضربت له موعد، وصل استقبلته. لما أراد يطلع وجد في وجهه أنا معلق تقويم مال بابكو، وذاك الصفحة ذاك الشهر فيه منتوجات الألومنيوم والمصنع والألومنيوم. فقال لي عندكم ألومنيوم؟ قلت له إيه. تصدرون؟ قلت له إيه. قال تعال اجلس. جلسنا وياه. قال أريد 30,000 طن. قلت له حاضر. فقال أنا برسل المفوض التجاري، يتحادث يتفاوض مع المفوض التجاري في السفارة. قلت له أنا المفوض التجاري والرسمي. أنت السفير؟ قلت له تعرف؟ قلت له أعرف عن التجارة وأقدر أساومه أكثر من أي واحد غيري. فجاء إلي مستر لو اسمه، وصلنا نتفاوض، واتصال مباشر مع سيد محمود العلوي في المالية على السعر والمواصفات ما أدري إيش وكذا. فقال لي أنا لازم أزور البحرين. قلت عليهم بلا، هذا في البحرين شلون يدخل؟ فكتبت مذكرة للوزير، فقال أوعزنا إلى
داخلية فوافقت بسبب أن هناك صفقة تجارية لمصلحة البحرين. الوزير محمد بن مبارك هذه من مبادراته يعني، ولا كان ربما غيره يقول لي أنت وش ما علاقتك بالصين وإحنا ما نريد شيء من هالنوع. الحكومتين استفادوا كثير يعني، اتفاقيات كثيرة صارت، اتفاقيات الطيران، اتفاقيات التبادل الدبلوماسي، اتفاقيات كثيرة، استثمار. أنور السادات يدعونا كلما جاء ضيف لمصر، هم أكثر الضيوف، فإحنا نقابله أحياناً في أكثر الأوقات في قصر عابدين الرسمي، وأحياناً في قصور أخرى. في آخر أيام بقائي في مصر كان لابد أن أودعه. كان المناسبة في الإسكندرية حفلة عشاء على شرف الرئيس نيكسون الرئيس الأمريكي، أنا وزوجتي طبعاً أم العيال، فسلمت عليه وقلت له أستأذنك أنا انتهت مهمتي في مصر، وأنا يعني أحمل كل الذكريات الطيبة والشكر الجزيل على معاملتكم لي كسفير إلى آخره والعلاقات. زوجته جيهان نطت، لا يا لا يا أنور، ده أنا زوجته ما أستغني عنها، هي يميني في الجمعيات الخيرية، كل يوم أطلع معها، ما أريدها تسافر. قال بسيط، أنا أكلم أمير البحرين الشيخ عيسى وببساطة يمددون إقامته. الحين أنا تورطت هني بعد الدبلوماسية، فقلت له يعني هذه العلاقة ستستمر إن شاء الله مع السفير الجديد، وستكون حرمة أيضا بمثابة حرم السفير المغادر، وأنا عندي أعمال في البحرين. قال أعرف أنت ضحيت بعملك التجاري ولا ألومك، لكن أنا بعينك ملحق تجاري لمصر في البحرين. قلت له حاضر. هذه الصحون قدمونها للسفير المغادر، واحد من قبل كبير السفراء وهذا اسمه مليس عندوم من الأثيوبيا، وواحد من كبير سفراء العرب عميد يسمونه عميد السفراء أحمد الرجيب، وواحدة من أمين عام جامعة الدول العربية، وعليها التوقيعات. بك الشمل مجتمع والنفوس تجود بإيماءة الأصبع، حمتك النفوس وشم الرؤوس وعقل المفكر والمبدع. أنادي بلادي بعهد مليك يفيض حنانا على الأربع، أبحرين سيري فإن الزمان تأخر يدعوك سيري معي. لابد أن أشكر أولا، أترحم كثيرا على المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان، وعلى تقديره حينما كنت سفيرا للبحرين كان يقدرني كثير، والآن جلالة الملك له وافر الشكر على ثقته العظيمة، ثقته في ما أوكل إلي من مهام، وأرجو أن أكون عند حسن ظن
جلالة الملك فيما يعهد إليه كمواطن من هذا البلد، يحب البحرين، يحب شعبها، ويحب رقيها ونموها ومقامها في دول العالم.